انطلقت مسابقة منتور العربية للأفلام التوعوية القصيرة للشباب 2017، وذلك لتشجيع المواهب العربية ونشر ثقافة الوقاية من السلوكيات الخطرة والمخدرات. ويأتي إطلاق المسابقة في إطار بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن ومؤسسة منتور العربية التي يرأسها الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود. ويشارك الشباب في المسابقة من سن 18 سنة إلى 30 سنة، ومدة الفيلم من دقيقة إلى 10 دقائق، سواء درامي أو وثائقي أو ترويجي أو جرافيكي. وتضم لجنة التحكيم نخبة من كبار الفنانين والإعلاميين العرب، من بينهم نيلي كريم وميلاد أبي رعد وثريا إسماعيل وعصام يوسف ومريان خوري وغيرهم. هذا ويصل مجموع الجوائز للمراتب الخمسة الأولى إلى 10,000 دولار، بالإضافة إلى دروع تذكارية وشهادات تقدير للمراتب العشرة الأولى. كما يتم ربط الفائزين بأعضاء لجنة التحكيم للتوجيه والإرشاد لمدة عام. فأنا شايف إنها فكرة كويسة، واللي مبسوط إن منتور بتاخد القرار وبتنفذ. يعني خدنا القرار في مؤسسة منتور، أنا كعضو في اللجنة الاستشارية، خدنا قرار بتنفيذ الفكرة، نفذنا، نزلنا مصر، عملنا حفل الإطلاق، وهنبتدي نشوف هيجي لنا إيه. أنا شايف إن إحنا محتاجين ده، بعيداً عن تقديم المادة الجافة، إن واحد يطلع ويقول للناس بطل إدمان، مش عارف الحشيش إيه، السجاير إيه. النهاردة وأنا بشوف ده وشفنا أفلام وثائقية عن هذا النشاط، أنا بحيي القائمين فعلا على مشروع صندوق مكافحة الإدمان، وبالتوفيق إن شاء الله. عايز أقول لك إن هذه المسابقة أنا متوقع إن إحنا نخرج بأعمال مهمة جدا، بأعمال غير نمطية بيقوم بيها الشباب، وإحنا بنوعد الشباب كمان اللي يعني هيشارك معنا في المسابقة والأعمال الفائزة اللي إحنا هنتبنى عملية إنتاجها، بحيث إنها تكون أفلام الحقيقة منتجة على أعلى مستوى وبتوجه الحقيقة من الشباب للشباب في عملية الوقاية من المخدرات. إلى